مي مطر، اهلا وسهلا فيك على كاميرا حصريا وعلى موقع حصريا دوت كوم. اول شيء خبرينا شوي عن فكره الكليب بعد الغنيه القويه اللي ضربت. اول شيء مرسي انكم جيتوا وغطيتوا هذا الحدث. اكيد الاغنيه عم بتصور اليوم باخراج زياد نجار وإدارة تصوير زياد خوري. الفكرة هي يعني معبرة كتير وعميقة، أنه فايتين بتفاصيل أنه المرأة هي مش مجرد قطعة بالبيت. المرأة فيها تكون متساوية مع الرجال وفيها تعمل أي شغلة ممكن الرجال يعملها، فحبينا نوصل هذا المساج طبعا اليوم من خلال الكليب وإن شاء الله يلاقي صدى حلو. ماي بس خبرينا، الغنية تبعك نزلت صار لها فترة كتير طويلة، ليه هلا عم تصور الكليب؟ في تأخير كتير واضح بالقصة. ما لها فترة طويلة، لها شهرين الأغنية نازلة، ما يعتبر تأخير تأخير يعني، غير أغاني بتضل 5 6 أشهر، بس نحن بس لقينا هالصدى كتير قوي حبينا نصورها. بالأول كان عم بيصير حكي إنه الغنية منا رد على محمد اسكندر. هلا مؤخرا صرنا عم نسمع بالاذاعات انه لا، مي مطر صرحت انه الغنيه رد على محمد اسكندر. هي من الاول نحن قلنا مش رد بس عليه، اكيد رد عليه، انا ما بنكر يعني انه هي ردينا على اغنيته وعلى غير اغاني كمان هجمت فيها المراه، وهي اغنيته كانت واضحه اكثر شيء واكثر وحده اخذت صدى، كرمال هيك قررت ترد يعني. باطار الرد كمان في اذاعه صوت الموسيقى هلا المر ورانيا شهاب بحلقة قالوا انه عيب على بنت بعدها طالعة جديد تنشهر على ظهر حدا مهم مثل محمد اسكندر، شو بترد عليهم؟ ما بيهمني شو بيقولوا اصلا، ولا بيهمني اقلامهم، ولا بيهمني تاريخهم الصحافي صراحة ما بيعني لي، ولا بيهمني شو رأيهم فيي. هدول الجماعة كان لهم غير رأي من سنتين، حكوا العكس، حاليا عم بيحكوا غير حكي، ما بعرف ليه. وصراحة بقول لك كلمتين صغار، ما بيهمني رأيهم فيي، ناس كبار وأهم منهم بكتير عطوا رأيهم بمي مطر وقالوا شهادتهم كبيرة عندي، هني ما بيهموني. بإطار الكليب، بنرجع إطار الكليب، بكليب محمد اسكندر زاح شوي عن فكرة المرأة، غنى لبنته، أنت اليوم شو الفكرة اللي عم تمشي عليها؟ هل على الأساس المرأة منا قطعة بالبيت ولا عم تردي كمان على الكليب؟ هلا نحن اذا بدك بلش من اول سؤال، عم تقول لي بنته او مرته، بس بنته مرأة بالنهايه صح ولا لا؟ بنته تعتبر مرأة بالمجتمع، فهي ما اثرت عندي ان كان لمين عم بغني. وبعدين الكليب انا تبعي شوي مختلف، انا عم بحكي عن المرأة بشكل عام، وفي مقطع من مقاطع الكليب انا زياد نجار كمخرج كمان حبينا نرد على الكليب من باب صراحه عفوي ومهضوم، مش من باب ابدا نقد. شو بتوعدينا يعني بهيدا الكليب؟ بوعدكم قنبلة كتير 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 كبيرة، وكرمال هيك عن جد طولنا بالتصوير.